نادر قفلت على امي وبكت عليها بنتي، شلون سويت كل هذا وهي طايحه؟ وش قاعد تسوي يا نيت؟ انت مجنون؟ ايه مجنون؟ قول اسمك بعد؟ اخر عني لانك بنتك اموت اخر الدروس، واذا مره ثانيه مديت ايدك علي ذبحتك، فهمت؟ فهمت؟ انت سويت؟ شو اللي سويته هذه؟ انت سويت النت؟ قولي لي شلون بكتوا على المسكينه؟ انا ما بكت شيء، هذا حقي وحلالي انا، وبعدين انا شايلتها. ايه شايلتها بفلوسها. اي فلوس؟ هذا حقي انا اللي حرمتني منه سنين، يوم كنت اياها ترجعها بدينار عشانك، تطردني برا تدري علي وعليك. لو واحده ثانيه مكاني خليت كل شيء، خمت كل شيء وقطعتها بدار العجزه، بس كاني شايلتها. شلون شايلتها؟ كاين فلوسنا اصلها ولا خبر؟ حتى انا ولدت ما فكرت فيه الدينار، ما قلت يعطي الف غير سيارته خربانه ولا جبت دينار عشان اعدل فيهم حق نفسي. كل هذا وين؟ كل فلوس صنعتك حيوان. انت الحيوان؟ امسك اطلع برا بيتي. تفضل. يا انا يا ولدك شو البيت؟ هل حيوان ولد الحيوان؟ لا تقعد غلط، هذاك مو بيتك، لفيت المسمار ب 30,000 والحين داخل بيتنا. انا اللي باجر البيت وقعد اللي ابي فيه واطلع اللي ابي. اطلع برا. اغسل يدك. هاي اللي فضول برا. خير. انت شفيك؟ هذا ياهل ياهل. مو ياهل، انا ربي لك، انا ربي. تعبي من انت؟ زباله. اخ يا نذل يا جمال. يا نذل انا وريك. أستاذ ها؟ قاعدة تضحكين؟ طالع خالي أنا دخيل عندك. خير خير، ايش فيك ابوي؟ تهاوشت مع رجال امي خالي، واللي نرفزني وخلاني اطق بالسكين خالي، بس خايف اشتكي علي. سكينه؟ حسا ما تعور، وين حشته؟ لا 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 ما 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 ما, ما, ما تعور، بس بيده. اذا بيده ايش والحمد لله. زين زين استريح استريح استريح، اقعد شوي اقعد سولف لنا السالفه. يبوا له ماي، يبوا له ماي بدر، يبوا له ماي. منيرة أنا آسف، ما أدري شلون فقدت أعصابي. ما هقيتك كذي فاضي. شو أسوي يا منيرة؟ شفتي إيش سوى وإيش قال؟ يرضيك يسميني حيوان؟ ليتك بس ما قطيت علي عقد الأجار، حين يروح يفضحنا عندهم ويعرفون إن إحنا بعنا كل شيء. ما ردهم بيعرفون، ولازم نجهز روحنا لهم. على العموم يا منيرة أنا بدش أنام، ما أبي حد يدخل علي. ها
انت مو قلت بتنام؟ ما قدرت. ايدي قاعد تشخص علي، قلت بروح الطبيب مره ثانيه. لا اخاف ينادون عيسى اللي يسلمك فاضل. لا تقول لحد انه هو اللي طقك. لا ايش دعوه؟ انا ما قلت مساعد اقول الحين. بقول لهم قاعد اشتغل والدرنافيس عورني. زين صبر، تبيني انا اوديك ولا تقدر تسوق؟ لا لا اقدر اسوق. ارتاحي انت. انا اذنك. والله ما ادري ايش اقول لك. اخاف اقول لهم الحين وانت عارفه حبهم للفلوس. شلون قدرت تبيع كل شيء؟ عمتي موضي مريضه. يعني ما تعرف انت عمتك حراميه تقدر تسوي كل شيء؟ هذه كلها افكار ريلها. حتى هي ما هي بهينه. خالي الله يخليك قول لهم ترى اذا اشتكوا راح اعلم الشرطه واطشرهم واحد واحد. لا تخاف ما راح يشتكي، ليش انه شريك باللعبه مو هو بشكاي. نادها وحاجها شنستفيد؟ ايش بتسوي خالي؟ ما ادري يا ابوك. عموما انت قاعد عندنا هني كم يوم وخلينا نشوف شو يصير. يوم بدر جهزوا له الغرفه ان شاء الله. هلا نمتي وايد؟ قلت قاعده شفتالي قلت خليها نايمه. ايش وراي يما؟ انام احسن لي. بسك عادي يا يما من هالغلقه. يما انا اخذت اجازه من عقب باكر بس ما راح اقعد بالبيت. عيل وين بتقعدين؟ باخذ شالي بصد عن الكل. يما لا عاد شبدي تعبت. بروحك؟ لا يما مو بروحي، من هالبتي. وانت بعد تعالي، مشتهي اجاب الماي. وكل يوم بندق هالطريق لك؟ لا يمه الشالي مو بعيد، بالديره. ما دام بالديره زين يا يمه. من هالليوي حياك حياك اخوي. السلام عليكم. هلا خالي. هلا هلا هلا. شلونك؟ الله يسلمك ابو سن كعبه. هلا هلا عيسى حياكم. عيسى شلونك؟ الحمد لله بخير خالتي. ايش فيك؟ كأنك باكي. عواز ايش فيك؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا ام خلود. صاير بعد؟ يا حسرتي احنا ما نخلص؟ وين نخلص؟ مصيبة ثانية. يا ليتني رايحة الشالين بكر ومفتكة. والله لا تروحين آخر الدنيا، مشاكلنا وراك وراك. خرعتوني صاير؟ تفضلي. شنو هذا خالي؟ بيت خالتك موضي باعوه. من اللي باعه؟ بنتها. شلون؟ ما يصير. خالتي حتى المصبغة باعوها. بس شكلها امي ما لها شغل، كلها من ريله. بس شلون؟ اختي مريضة، شلون تبيع؟ اكيد بوكالة يما. لقيتي اختي موضي تسوي وكالة. هي تخاف من روحها على فلوسها، تبين هالمرة تسوي وكالة؟ بعدين هي ما تداني منيرة عشان تسوي لها وكالة. احنا للحين ما ندري شلون نباع البيت والمصبغة. انا ممكن اعرف شلون. بس لا، انا ما اقدر ابيع ضميري. عيل شلون نعرف؟ قضية يما. بعد محكمة؟ لا كملت. تبون نشتكي على منيرة بنت اختنا؟ باكر الناس شو تقول؟ نصير حجوة في حلوجها؟ ها؟ باكر تصير هي المسكينة واحنا اللي ظالمينها. ناصر تحكى، قول شيء واللي سلمك. والله يا اختي ما ادري ايش اقول لك. لا انا قادر اتصرف ولا انا قادر افكر، الضربات قاعدة تجينا من كل صوب. خالتي انا وايد خايف. انا طعنت ريلها بسجين خالتي. حلو كملت، مجرمين بالجملة،
بعد من بقى فينا ما عنده مصيبة. أنا خايف على سعد، تدرين فيه يموت على الفلوس، بيروح فيها ولده ونصيبه بالبيت. ملزوم يا أخوي يدرون، لشنا سالفة مبارك مطولة، خلينا نتلاحق نخوفها، يمكن ترجع النص اللي خذتي على الأقل. شت لحقين علي خالتي، هذا ذمو ريلها النذل خذ كل شيء. واي لا، لا أحس إني مخلوقة. بسم الله عليك يا يمة، بسم الله عليك. أرجوكم أنا وأصحابي مو متحملة أي شيء بعد، أي مصايب ثانية قولوها بعيد عني، ما أقدر أتحمل. أنا صدق خالي. ما تلامين يبا، لشنا سالفتنا ما صير إلا بأفلام الخيال. بسم الله عليك يا يمة، بسم الله عليك. حسبي الله على بليستك يا منور، حسبي الله على بليستك يا منور. قام خلوني. ايش قلتي؟ نقول لهم؟ ملزوم نقول لهم، بس واللي يخليك يا اخوي مو بالليل، الحرج اجته بالليل. ان شاء الله باكر نعير من الله خير ونروح انا ومعك. لا لا لا، ما نروح لهم، هم بيجون هني عندك. لا والله يا اخوي، عندك. ايش ان خلود وايد من قثه. خلاص خليون عندي. وشلون عن عيسى؟ عسى ما يشتكي عليه هذا. ما راح يشتكي عليه، ما في شيء اصلا، حاشه بس بيده. وعيسى بيقعد عندي. ايه واللي سلمك يا اخوي خله عندك، لا تخليه يروح لهم. لا تحاتيني يا ام خلود. يلا يبا قوم، يلا يلا من رخصتك جوا. في امان الله. في امان الله. مع السلامه يا يوم. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا منيره. مو بعيده هي اللي حرت اختي ويبت لها الجلطه، لشنها طاحت بسر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وينك؟ عايز وانا ادق عليك. مالي خوك، حبيت اقعد مع روحي شوي. في احد بين منهم؟ لا لا الحين. تلقى بيقول لهم؟ والله عاد قال لهم، ما قال لهم، بالعنة. ما رادهم بيدروا. خايفة يشتكون علي. ايش فيك تطالعني؟ لا لا تخافين. ما ظنيتي يشتكون على بنت اختهم. ان شاء الله ما يشتكون. هسه عويس غط، عايز وانا ادق عليه، ما يرد على تليفونه. ايش حق تدقين عليه؟ خلي يولي. وين يولي؟ وين يروح؟ وين ينام؟ خلي ينام بالشارع، بيتي ما يدخله. فاضل، انت نسيت انه هو بيتي مثل ما هو بيتك؟ والعقد باسمي. انا اللي ادفع الايجار. تعايريني؟ لا ما عايرك. بس هذا ياهل وغلط، مو معناته قطة بالسكة. أنا قلت ما يدخل يعني ما يدخل. مساء النور. شلون نفسيتك؟ ايش رايك بقصص الف ليله وليله؟ صراحه للحين مو قادر استوعب. ولا راح تستوعب. زين خالتي ايش قالت؟ ما ادري عنها، ولا انا مدخله نفسي بشيء. اعصابي تعبت. قول لي انت ايش بغيت؟ تقول انك تبيني بموضوع خاص، شنو؟
تخاف اقول لك تزفيني. لا قول اللي بتقوله، ما هي ربع اللي قاعد يصير. قول شنو؟ ابيك تدقين على سليمان يمكن يرد عليك. نعم خالد، ايش فيك من صدقك؟ علشان يا خلود. لا حبيبي لا تحلم اني ادق عليه، كافي الكلام اللي سمعته منه وكافي انه مطول لسانه على امي. ما عليه علشاني خلود، ترى مو قادر انا. اذا على النوم روح الطبيب يصرف لك كم حبه منوم. خلود انا مو قاعد اتغشمر. خالد ولا انا قاعد اتغشمر، بس مساله اني ادق عليه هذا مستحيل. لا تخليني ازعل منك. كلش ولا زعلك، انا كل اللي قاعد اسويه علشان منه مو علشانك. مشكور، بس ارجوك خالد لا تطلب مني اني ادق عليه. وعلى فكرة أنا من باكر رايحة الشالي، أخذت إجازة 10 أيام حتى أريح راسي، لأنه بصراحة مجابل هالعائلة يهد الحيل. زين ممكن أطلب هالطلب من خالتي؟ مستحيل، أمي شايلة على سليمان أكثر مني، والحين بعد ما لها خلق سليمان، لأن المصيبتين اللي يدد أكبر من مصيبة سليمان. أنا عيل أروح. اقعد. بروح. آه يا بروح. بقول لك اقعد واسمع الكلام لحسن، والله هحرمك من ميراث. اقول يبا روحي ارتاحي، انت الظاهر مصادعه روحك. اقعد اقعد تعشى معاي بعدين بروح انا. دام مع هالقمر تعشى. اي كذي يا كريشنا، يبي العشاء ماما. ان شاء الله ان شاء الله. ابراهيم برهوم برهوم ابراهيم، تليفون اخوك. الو هلا ناصر، خير صاير بعد؟ إذا خلاص 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 أجيبكم الحين. يبغى قول حق الشغالة خلي يسوي لنا شيء تريق وبروح. إن شاء الله ولا يهمك. والله أقسمها وحط حرة ولدي فيها. صلى على النبي صلى على النبي يا سعد، استريحوا استريحوا استريحوا. وهي بقى فيها راحة؟ يعني خراب بيوت ودمار يا جماعة ما يصير. الولد رايح فيها والفلوس تروح. شلون قدرت تسوي كذي؟ يقولون يمكن وكالة، بس أنا أقول لا، أختي ما سوي وكالة إلا كان مزورة. ماكو شيء بعيد عن منور. أي وهالهتلي اللي ماخذته ما يرضى عن نسيب. زين يمكن الريال بري. أقص صيدي إذا مو كل شيء ببطنه. والله تبون الصج؟ كان زين ياخذ كل شيء، ما دام هي رضا تسوي فيهم هكذي حلال عليه. أكل وخلص، ولا واحد صغير شبيه بهالعيوز ما أخذها من حالاتها؟ الحين أنتوا هديتوا الحرامي وقضبتوا حماره. أي حماره؟ أهو يبا أهو أهو اللي شجع وخطط على الموقع أهو. استغفر الله. الحين الحكي هذا كله ما منه فايده، شو نسوي؟ ليش؟ وانت بيب الفلوس موضي؟ فلوس بيتها والمصبغه؟ يا اخي انت ايش تبي من محتاج؟ تنازل مثل ما تنازلت بالاول. فيك على شيء ضحك؟ ايش فيكم يا نيت؟ الله يهداك اخوي، ايش فيك؟ حكيك يضحك؟ الحين انت اسلم على الدينار وبعدين قول تنازلوا.
والله تعالوا. الحلال مباق وراح وانا افكر بالتنازل. امرك عجيب يا اخوي. الحين شلون شو نسوي؟ البوقه صارت صارت، خلونا نقعد معاها ونساومها. اما سالفه المحاكم صعبه وفي شيء له بعدين، واللي فينا كافينا ترى. مو اوقفها بالمحاكم، اوقف ابوها من قبره. يا سلام، ونصير علش بحلوج الناس. ايه اخوي ناصر الصاج، خلينا ناديها واللي يطلع منها احنا راضيين فيه. لا انا واخوي بنشتكي عليها وعلى ريلها. ايش قلت ابراهيم؟ ها ما ادري يعني المحاكم اخوي مي حلوه يعني. الله، الحين المحاكم مي زينه صارت؟ المحاكم صارت مي حلوه؟ ليش انا اخو مرتك بالوسط؟ زين ليش احنا يعني نظلمهم؟ يمكن المره شايلت لنا نصيبنا. حالي لا، معاك حق، شايلتها وحاطتها بالبنك وتستلمها مع الفايده. لا 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 لا، لا لا تقعدني انت على الوحده عاديه. مثل ما قلت لكم، خل ناديها وبعدين قرروا ايش تبون تسوون. السلام عليكم. هلا هلا عليكم. هلا خيتي. السلام عليكم. شلونك يا اختي موضي؟ انا اختي ام خلود. خبر خيري ما خبر خير. تعالي قعدي تعالي. عليكم يا الغاليه، شلونك وين؟ تعالي ما تعال تعالي قعد تعالي قعد. خل نعرف سالفه هالبنجه. ماكو داعي للغلط خالي. هو بقى فيها غلط؟ صرنا خطاوه؟ عسل واحد ما يغفل عنكم. انت لك انتوها. انا لله. كل الحكي ما منه فايده. انت بعت البيت والمصبغه وين الفلوس؟ انا ما بعت شيء حقي، انا بعت. ليش انها بتبيع؟ شلون هي بتبيع وهي مريضه ما تدري عن شيء؟ والله ما ادري، نشدوها على الفلوس. انا بعت كل شيء حقها. اي لقيت انها مقصه. منيره خاف من الله، ترى يا يما ورا جنه ونار. صدق ما تخافون من ربكم، اخذكم كاهي بعدها حيه جايين يطالبوني بالورد. هو بقى وارثه. زين تعجيت. سعد شوف عاد اسكت عني، انا بروحي ترى صار كافين الدنيا. اهدى وخلنا نتفاهم. سمعوني عاد، انا اقول خلوني اختصر لكم هالكلام هذا كله عشان لا تتعبون. انا ما خذيت الا حقي. سنين وانا امي ما تسال فيني. سنين حتى الاضرار اضطريت. تلوعت شفت العذاب. عرضت وجهي لكم للي يسوى واللي ما يسوى. كنت ايلها اقول لها يما محتاجه دينار. انا بنتك محتاجه. تدفل بوي وتطردني برا. كنت اكذب عليها. اقول لها يما مديونه. يما بنتك بتنسجن. شلون اكسر خاطرها؟ تقول لي عادي. اي ازورك، اجيب لك زحاره برتقال. اقول لها يما مريض، يما محتاجه عمليه. تدرين مواعيد الحكومه بعيده. تقول لي ما علي نطري، ما حد يموت قبل يومه. اللي عمره ست ما يموت بالخمس. اعتقد هذا حقي. اجر التعب، اجر السب والاهانات والطق اللي قاعد اكلهم. انتوا شنو تسووا لها؟ انتوا تجون تزورونها دقيقه واحده مثل الغرب وتمشون. انا اللي قاعده اتعذب، هذا حقي انا. تاكلين تبن؟ والله انا دفنك هني بالبيت قبل لا تطلعي منه. روح سوي اللي تبي تسويه. انا ما بعت شيء الا بوكاله عنها. زوره تقدر تروح تقارن. متى سوتها؟ ما ادري. اذا عقب طيحتها يعني باطله. والله قدامكم المحاكم. يعني شنو؟ يعني مالكم ولا شيء عندي. ليه؟ شل بعد.
ما حدك؟ وانتوا ليش خايفين؟ كيفهم؟ خاف يسحبونا معاها. شكو كلش باسمها. وشقق؟ لا تخافين، انا خذيت منها الفلوس كاش مو تشيكات، يعني ما تقدر تثبت ان انا اشتريت من فلوسها. وانا عن نفسي ضمنت روحي، بعت البيت برضا. ابراهيم ردي. الو، هلا حبيبي، هلا قلبي. ها ان شاء الله ان شاء الله، مع السلامه. شلون صوته؟ صوته في بلا. الله يستر. يمه انا رايحه الحين. يمه حطي بالك اذا حسيتي بشيء تعالي. ايش فيك يمه؟ هو ما يدري عن عمره. زين اذا صار شيء ولا خفتي من شيء تعالي هني على طول لحاشي. زين وانا؟ وحتى انت يمه اذا حسيتي بشيء هدها وتعالي هني. يمه منك يهدها يهدها ويطلقها بعد. الحين بنت عمه جايه وهو يحبها وهي تحبه. هذا اللي بيصير، بس يبي لي كم يوم. يلا انا استنى. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. حطوا بالكم يما. حبيبي ايش فيك؟ ايش صاير؟ يعني ما تدرين؟ ايش عنا؟ معقوله يعني فاضل ما قال لك؟ ايش صاير؟ ما قال لك ان منور باعت البيت والمصبغه؟ انت شو تقول؟ شلون تبيعهم وصاحبتها مريضه؟ سليمة معقولة يعني فاضل ما قال لك؟ ما يقول لي؟ أنا لو ملاحظة أي شيء كان يد قلت لك أنت على طول. هالكلب هذا أنا أعرف شغلي وياه، شلون ما نصحه؟ شلون نصحه تسوي كذي؟ إن شاء الله ما يكون العيد بالسالفة، لأن سليمة موقفي أنا قدام أهلي يعني وايد محرج، ما أعرف شو أقول لهم، ويطلع يعني أخو مرتي حرامي. أرجوك سليمة كلمي، خلي حلف عشان أنا أقدر أحلف قدام إخواني. على أمرك، إحنا اتصل له الكلب هذا. شلون يسوي كذي؟ جهازه مغلق، أنا قعدت له لا تحاتي، فعليك بس خلنا أبدل ثيابي ويك. خمس دقايق اتصل فيني وقول اني انا متصله فيك. ايه يبيني احلفك انك ما تدري عن بيعه البيت. انت سوي اللي اقول لك عليه وخلاص. يلا يلا باي. اهلا اهلا. هاي حيات، شلونك؟ زينة. اخبارك؟ الحمد لله. وحشتيني. ما تشوفيش وحش يا اختي. عاد انا مسويت لك خش غدوة. شنو؟ مجبوس لحم مع فقع. واي مجبوس لحم مع فقع يا حبك الخرابيط، وانت دائما كذي كله خرابه. ما انا ما اصدق انحاش من العيوش وهي هنا قاعده اكل لي خفايف، كله مخرب الرجيم. حبيبتي خلنا ناكل الحين، يوم السبت تسوي رجيم. يوم السبت المقولة المعتادة، شنو عندنا احنا؟
ندبه مكابيس وعيوش طول الاسبوع ونبدا رجيم يوم السبت. زين شو نسوي؟ زين خلود ما في اخبار؟ ما ابي اعرف شيء ولا ابي اسمع شيء. انا اهم شيء عندي امنت امي عند خالي ناصر. خلاص بعد عمري. هي اللي قالت لي ما ابي اتصل فيك الا للضروره، اذا شيء يخصني انا معاها. الله يعينها. انزين زين قومي قومي خل ناكل ونتسبح. انت ايش فيك؟ كلها عكس الناس، الناس تسبح بالاول بعدين تاكل. وي الله يخليك، قومي نهضم بعد السباحه، قومي. قومي امري لله، قومي قومي. مشكور مشكور يا فاضل ما قصرت. الله يسلمك، مع السلامه. ها ارتحت الحين؟ صاج مسكين صدقين يقول حسباله انه اخذت راينا حتى ما يدري وين ودت الفلوس. وعلي على اخوي سيارته قديمه كل يوم موديها الجراج ولا تشعل على الاقل شرى له سياره. وين ودت الفلوس؟ الله اعلم، هذه خبيثه. المهم الحمد لله أنا نصيبي طلع بريء. الحمد لله. والحين نقدر نتغدى بنفسية مرتاحة؟ أي مرتاحة، الحلال كله راح تقولي مرتاحة. إن شاء الله تعطيكم، لا تحاتي. إيه هين، لا تأمن الفارش حمى. قومي بقى قومي. قومي عطينا لقمة خلنا ناكلها. امزح، قوم. أحط لكم الغداء؟ والله ما حد له نفس ياكل. ولدك وينه؟ طلع. اي عرف ان انا هني طلع. لا يا ام خلود هو بس ضايق خلقه وطلع يشوف ربعه. روح يحط الغداء. ان شاء الله. يلا انا عاونك. خليك قاعده. لا 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 خليني اعي معك. تعبت من القعده وتكسرت. قلبي يا ربي بس لو تحجى وعارف ايش فيه انا بروح اللي فيني كافيني. يا ربي ما ادري وين هالولد، من امس ما ادري عنه، ما ادري وين ذلف. سلام. انت وينك في لي هالحزة؟ طلعت في شيء؟ عيست وانا ادق عليك، خوالي كلهم يو هني، ما شفت ايش سووا فيني. وبعدين؟ خالي سعد مديده علي، زين فكوني من ايده. ايش تبيني اسوي لك؟ اروح اطقه؟ وانت علامك نفسك بخشمك، ترى صار لك كم يوم على هالحال؟ عيشة تلوع الكب. من متى؟ من الحين. لا حشم انت صاحي، هذا بدال ما تهون علي ما تدري طلعوا من هني رايحين يشتكون. ايش قالوا لك عني؟ محامي فاضل ايش فيك؟ بصراحة انا مليت ولاعت شبدي من هالبيت وبطلع. تطلع؟ اي نعم بطلع، بس البيت صاير يلوع الكبد هو اللي فيه. اي وين بتروح؟ جهنم. وانت ايش عليك؟ شلون انا ايش علي؟ انا زوجتك. قلت لك لا عاد شبدي من هالبيت. خلاص نكنسل عقد اجار هالبيت وندور لنا على شقه نقعد فيه. ومن بيدفع؟ نروح نكسر اجار واحده من الشقيق ومن اجار الشقه ندفع اجار الشقه الجديده. مو هذا كلامك؟ اسف ما اقدر.
يعني شنو ما تقدر؟ يعني ما اقدر اصرف عليك انت والعايبه وولدك الشيفه. انت بتحط معي ولا مو لازم؟ معاش امي راح يزيننا. هذا اذا ما اشتكوا ووقفوه. واجار الشقه الجديده على قولتك من اللي بيدفع؟ مو قلت لك نكسر اجار واحده من الشقيق وندفع؟ وانا قلت لك ما اقدر. انت منتي طبيعي، شو اللي ما تقدر عليه؟ يعني ما اقدر اكسر اجار واحده من الشقق علشان اجر لك شقه تسكنين فيها انت وهالعيوز الجربه وولدك الشيفه. انا الغلط عاد، الشقيق ملاتي وكيفي، اكسر اجار واحده اكسر اجارهم الاربع كيفي. تبتسم كنا مو عاجبك كلامي. طبعا لا مو عاجبك. وش اللي مو عاجبك في كلامي ان شاء الله؟ اللي مو عاجبني ان الشقق ملوتك. ايه شقق ملوتي. حافظ على بوزك، الشقق هذول ملوتي انا.